جميل. صديقتي وضيفتي دائما تنقول لها مرحبا بك على تلبية دعوتنا دكتور نادية رضوان، دكتور غني عن التعريف، اختصاصية في أمراض الجلدية والتجميلية. دكتور نادية السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمية، مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات، ورمضان مبارك سعيد، دخلوا علينا إن شاء الله بالصحة والسلامة والمزيد من الأجر والثواب يا رب. يا رب أمين إن شاء الله. الأمور هانية إن شاء الله الحمد لله، مع الخدمة ومع الأسرة غادي ياك الحمد لله. طيب إحنا اليوم موضوعنا صراحة كان مقترح من عدد من أولياء الأمور، خصوصا أمهات، يعني سولونا ولدي كيعاني من حكة ولكن ملي كنقلب ما كنلقى فيه حتى حاجه، ما كاين لا علامه لا بطور ولا حمرار ولا شي حاجه اللي كدل على وجود شي مشكل، ورغم ذلك انه كيحك بواحد الطريقه هيستيريا. فنعرفوا شنو سبب تفسير الحكه بدون اعراض، هذا هو موضوع حلقتنا ديال اليوم ياك. اكزاكتومون، دونك الحكه عند الاطفال فجميع الامهات ما يمكنش زعما ام داز عندها الطفل ديالها ما كانش داز عليها الحكه، ما داز عليه الحكه، لان الحكه واحد من ضمن الاعراض اللي شي حاجه اللي عاديه ولي سهله. وقبل ما نبداو زعما في الموضوع في الصلب ديال الموضوع، غادي باش نطمئن الامهات، فالحكه معروفه بان كيجي يقدر الوليدات كيجي كيقول مو حكي ليا هنا ولا شي حاجه كتحكلو، وهي عندها فراسها اصلا ما كاينش مشكل وصافي يمشي، ويقدر يجيها مثلا حتى جوج مرات في النهار او لا مره في السيمانه جوج مرات في السيمانات، وهذا الشيء ما كيقلقهاش وما كيزعجهاش، ماشي مشكل كتحكليه كيبرد الوليد وتمشي. دونك خصنا نعرفوا بان هاد الحكات يعني بعض المرات كيجيو عند وليدات صغار وما فيهم حتى مشاكل، والاغلبيه الحكات ما فيهم حتى مشكل، باش يطمئنوا هادو الامهات. المشكل عندنا امتى؟ فاش الحكه كتولي بيرسيستانت، يعني كتولي ملحه، يعني الوليد كيحك تيبكي، الوليد كيطلب فتاع الدوام واحد يحك ليه، الوليد ما كيبقاش ينعس بالليل. بيان سور ملي ما كاينعش بالليل راه ما كاينعسوش الوالدين وخصوصا الام ديالو. دونك هذا هو الموضوع ديالنا. دونك الحكه اون جينيرال تقدر تكون بالبطور تقدر ما تكونش بالبطور، فاحنا اليوم غادي نهضروا على الحكه اللي كتكون بدون بطور، او لا هي حكه اللي هتكون بالبطور ولكن هذا يعني البدايه ديالها قبل ما يظهر لينا هذا البطور، فكتسبقها واحد الحكه اللي كتكون الام كتكون كتقول لنا راه بدون سبب ما كاين والو، ولدي تيحك كيف ما قلتي في بدايه البرنامج. طيب هذا هو الموضوع حلقتنا ديال اليوم اللي غنتقاسموا مع اولياء الامور وتحديد الامهات او المرافقين لهذ الوليدات. ارقامنا اكيد ستاندار هي مفتوحه راه الاشاره اللي هي 05 22 30 30 00، او الرقم الثاني اللي هو 05 22 31 33 33. لما كنتكلموا دكتور على الحكه اكيد غادي نحاولوا نشوفوا تمركز هذه الحكه فين كيكون، وبطبيعه الحال حتى السن كيختلف، يعني ملي كنقولوا مولود رضيع ماشي هو طفل عنده 3 سنين ماشي هو مناعته شويه كبيره، فبالتالي نحاولوا نتكلموا على فرق السن وايضا تموضع هاد الحكه فين كيكون فين كيشكلنا خطوره اكثر. دونك اول حاجه غادي نبداو بالحكه العامه، الحكه اللي كتكون دايره الجسم كامل، فالحكه اللي كتكون جسم كامل الوليد الصغير اولا نهضروا على الرضيع، فكيبدا يقدر يمشي ديريكتومون للحكه ويمشي يبدا يحك اون فوا تيولي كيدير تقريبا 9 شهور وعام، فيديه كتمشي نيشان البلاصه اللي كتبغي تحك. قبل فالوليدات ولا الرضع فما كيقدروش يمشيو نيشان في البلاصه اللي تيحكو، ولكن كتلقاه غير الوليدات تيمشي وتيجي ورجيلات تيفركل تيمشي بهم وتيجي، ولكن كتكون كثرت عنده البكا، دونك البكا ما كيبغيش مثلا يرضع ما تيبغيش ياكل ولا شي حاجه. دونك غير هادو باش نعرفوا الوليد ديالنا واش فيه الحكه ولا ما فيهش الحكه. 9 شهور الفوق راه تيكون نيشان تيمشي لها عنده الحكه، تيقدر يقول ماما هيجهز يديها ويحط ليها على البلاصه يوريها كيفاش تحك ليه ولا شي حاجه. اما الواحد الصغير راه تيترجم هاد لونفي ديال الحكه ديالو باش بالبكاء، ما باغيش ياكل ما باغيش يشرب ايتترا. دونك نبداو بالحكه العامه. دونك اهم حاجه الوليدات الاكثر زعما الحاجه الاكثر شيوعا عند الحكه فهو الاجتفاف في البشره، جفاف شي حاجه سهله يعني شي حاجه اللي نورمالمون ما غاديش نضطروا اننا نوصلوا ليها. يعني هذه دعوه للامهات بان الامهات اللي كيشوفوا ترطيب ما كاين فيه حتى مشكل. دونك الاجتفاف في البشره او جفاف البشره، فجفاف البشره كنعرفوا باننا حنا كنا في الشتاء وكان جفاف البشره. دونك دابا هذه الوقيته عاوتاني في وقت الربيع، والربيع تنعرفوا الحساسيات الحبوب اللي قاعد تسدها كاينه عاوتاني حكم.
فهذه الفترة الزمنية زدنا عبد رمضان والأمهات الله يحسن عوانهم كينساو شوية الأطفال باش يشربوهم ويشربوا ديك شي. دونك كاين هكا دونك هذا الوقت تقريبا تيكثر بزاف هذه الأعراض ديال الحكة في صفوف الأطفال. دونك الحكة كيف ما قلنا كتبدأ أول حاجة في أول سبب رئيسي وهو الجفاف البشرة. فالبشرة كيفاش كنعرفوها جافة؟ فكنعرفوها بالملمس. دوك الملمس ديالها تكون شوية خاشن. كنعرفوا بأن الملمس ديال الأطفال تكون ناعم. وحنا دائما تنقولوا بأن بغينا البشرة ديال البيبي بشرة ديال الأطفال يعني بحكم النعومة ديالها. دوك من طبيعة الحال الأم اللي كتمس البشرة ديال الولد ديالها وكتلقاه خاشن فهذا راه بشرة تفسير فهذا بشرة ناشفة. دونك حنا كنبغيو نحسسوا الأمهات في هذه المرحلة اللي خصهم يعرفوا بأن البشرة ديال وليداتهم يعني ناشفة وما نوصلوش للمواصل الآخرين، ما نوصلوش نشوفوا القشرة فوق الجلدة ديال البشرة ديالنا، وما نوصلوش نشوفوا هذاك لاسبي المظهر ديال لاكيغاتوس بيلاغ وهو جلد الإوزة. دونك جلد المظهر ديال جلد الإوزة هو بحال شي دجاجة مريشة، هذيك الحبيبة ترقي وقيني تيكونوا على الوليدات صغار اولا كيف ما كنقولوا بحال مبورش كنشوفوها بحال مبورش. حتى هادو من علامات الاجتفاف البشره ديال الوليدات الصغار وخصنا نردوا لهم الباب. لهذا الحمل بورش فممكن اون جينيرال تيكون غير مثلا غير في البطن اولا في الظهر اولا في الفيس اولا في الكويس، ولكن بعض المرات تيكون غير متمركز في البلايص مثلا الركبه ومثلا الكود والدرعان الوغ هاد البلاصه كيكون متوقع فيها. فهادو من العلامات ديال الاجتفاف البشره. العلامات الاجتفاف البشره ايضا فهو الواحد اللي تيكون مثلا يلا غسل ولا شي حاجه ومني كندوزو عليه شي حاجه ماشي حاده مثلا غير الضفر ولا شي حاجه يدوزتي عليه بحال تحكي كيبان بيض يعني فحال بين مغسولش ما نقيش الوغ هذا علامات تنشوفي يعني هذه بحال كنقلبوا على ديك القشره اللي مخبعه مازال تحت الجلده وما كايناش ما رطباش كتحيد الطبقات العليا كيتحيدوا. دونك هادو كلهم مظاهر تاع اجتفاف البشره ومن اي مرحله من هاد المراحل كيقدر يصاحبها الحكه. دونك هاد الحكه ماشي حكه تقدر تكون حكه موسميه، تقدر تكون حكه من امتى لامتى، حكه في النهار مره جوج مرات، حكه اللي ما تعيقش معها مثلا الام لان الولد تيحك ولكن تيبرد وما غاديش حيت الولد امتى الوليدات امتى تيبداو يحكوا وتيبكيو هو الوقت لان ما بردش غدا يدو زعما بهذا المصطلح حك ولكن ما بردش يعني الواحد الا جاتو الحكه وحكها وبرد راه ما غيطرش تيجي لعندك ولا يقول لك، ولكن الوقت اللي تيحك ومازال تيعاود يحك وكيحس براسو راه انه مازال ما لباش هذاك الرغبه ديالو في الحكه. فهذيك الساعه فاش كنعرفوا بان كاين شي مشكل ومشكل اللي هو خصنا جلدي اللي خصنا ليه تشخيص وراي طبيب. احنا دائما في الخانه ديال الامراض الجلديه ياك دكتور او ما يوصل للجلد يعني الا بغينا نقولوا حكه اللي عندها علاقه ببعض الامراض الجلديه. اول حاجه قلتي الشفاف البشره وكاين كذلك اسباب او مسببات كثيره في المشاكل الجلديه اللي كيتصيب الطبقه الجلديه ديال البشره الطفل. بطبيعه الحال الاكزيمه نقدروا نشكلوا حتى هي من الاسباب اللي كتعطينا هذه الحكه. بطبيعه الحال انا حاولت نبدا دابا بالاجتفاف البشره اللي هو شي حاجه اللي عاديه اللي ما يمكن ما نقدروا ما كنحتاجوش تمشيو عند الطبيب لاننا حنا رطبنا. ومن بعد غادي نمشيو للكثير من الامراض اللي هما تيكونوا العامل المشترك بيناتهم هو كله هو الجفاف البشره والقشره اللي كتبدا رقيقه وغدا كتفاقم. داكوغ دونك هي حنا مازال في الاجتفاف البشره وفي الحوايج العاديين كنبغيو لابد نشير بان بعض المرات ان البشره ديال الجلده ديال الوليدات تتكون نورمال، ولكن حنا كندوشوا لهم بالماء السخون وهذا الماء السخون كيخليهم يبداو يحكوا وهاد الوليدات كنحسوا بهم دائما كيحكوا فوقاش كيحكوا من وراء الحمام من وراء الدوش. دونك هاد الناس حتى هما واش كتقول الام كتقول وانا غسلته وخرج بحال مازال مسخ بحال ما حكيتوش مزيان اتسيتيرا وهذيك كتوقع لنا حتى كبار اكزاكتومون. دونك هذيك الحكه اللي كتجي من وراء الحمام من وراء الدوش فخص الامهات ينتبهوا بزاف لانها غالبا ما كتكون غير جايه من هذاك الافراط جوج حوايج سواء الافراط في الحكان ولكن اون جينيرال ما كنحكوش زعما الوليدات شي حكه ساعه ديال بصح ولكن غالبا تتكون من الماء السخون لان الماء اللي باش خاصنا ندوشو كنقولها دائما فهو ماشي ماء بارد وماشي ماء سخون فهو ماء فاتر ماء دافي يعني دائما كنفضل يكون دائما دافي قريب يكون بارد لما فيه من منافع من منافع اكزاكتلي. طيب دكتور ناديه غادي نمشيو خليتها بالتوازي ان شاء الله ما بين حديثنا وما بين استقبال المكالمات اكيد ديال المواطنين ديالنا ما غاديش نهملوهم معنا.
اتصال سي عبد الرحمن من فاس، نحييو سكنه فاس وناخذ اتصال وسؤال كذلك ديال سي عبد الرحمن. السلام عليكم سي عبد الرحمن. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا سيدي، مرحبا بك. لاباس بخير، العواشر مبروكه علينا وعليك سيدي. مرحبا، ارحم الوالدي. تفضل سيدي، شو السؤال ديالك للدكتور نادية؟ عرفت ولا كتجيني هاد الحكه هذه لك كثير هادو كنبقى كنحك مزيان لا فرجليا ولا فدا، ولكن ملي كنعمل كندوش وهذا كنبقى نحك اكثر من القانون. لي واخا وقول لي التدواش ديالك دائما تيكون بالماء البارد الماء سخون كي كيكون؟ لا كندوش الماء سخون، الماء سخون والصابون دونك اول واخا اول حاجه الماء الا كان فيك هذه الحكه من طبيعه الحال الا كانت مره ماشي مشكل، ولكن الا كانت ملازمه لك فاول حاجه ما فيها بس اننا نشوفوا الا يكون عندنا زعما نديروا واحد التحاليل طبيه باش نشوفوا شنو المشكل، ولكن من غير هذا الشيء واحد شي حوايج نقننوهم في التدواش ديالنا وهو الماء كندوشوا به يكون دافي قريب للبارد، وثاني حاجه حتى انواع نوع الصابون ديالنا يكون دائما الصابون اللي مختص بالبشره الجافه، فهذا من الاحسن يعني فيما كنغسلوا بالصابون ما تحسش عاوتاني بالنظافات ما نديروش فيه الرائحه، ما يكونش صابون الريحه وما يكونش الصابون الطبيعي اللي كينشف، دونك على الاقل نديروا هذا الشيء اللي تبقى عليه دائما، وعاد تشوف الا بقات مازال هاد لازماتك مازال هاد الحكه فمن الاحسن تشوف استشاري لانه خصك تحاليل باش نشوفوا شنو كاين في الداخل ديالك. لا هذه التحاليل مشيت درت التحاليل درت تحاليل وما لقيت عرفتي ولا وما لقيت لا ملح لا سكر لا حتى حاجه. دونك درتي تحاليل الكلابي ودرتي تحاليل الكبدة. درتها ب 40 على الفرنك. ودرتي بون ودرتي تحاليل الخروج ديالك الخروج الكبير حتى هو درتيه؟ لا درت التحاليل ديال العرق. ديال العرق، دونك شوف راه هاد التحاليل كامله خصها دار باش نعرفوا، حيت بعض المرات حتى شي لي باغازيت وشي ميكروبات كيكونوا في المصارد كيجيبوا لنا الحكه. دابا واحد شك فداء سكري بحكم انه بالغ زعما كبير. لا ماشي غير السكر، فالكلاوي حتى هما والكبده حتى هي وهذا الميكروبات تاع المصران، فهادو كلهم كيديروا لنا المشاكل ديال الحكه، دونك ما فيها باس نعاودوا التحاليل كاملين ونشوفوا مين كاين. بعض المرات الا كان عندنا كل شيء نقي راه كتقدر تكون عندك غير شي حساسيات، راه مازال ما مناش الحلقه ديالنا باش نقولوا راه الحساسيات اخرى أي. حساسيات من صحيح. من شي حاجه تشمها، شي حاجه من الفراش. من الفراش ديالك، من الحويجات ديالك اللي كتلبس، من نوع الثياب، نوع واش القطن ولا ماشي قطن، والصباغات، دوك راه هما كاين بزاف، غير بعدا كنحيدوا المشاكل الصعيبه هي اللي كنديروا بها التحاليل، ولا بقات شي حاجه اخرى راه كتكون سهله باش نقضيو عليها. طيب شكرا لك سي عبد الرحمن على الاتصال ديالك، والمطلوب انه يدير تحليله ياك ديال الخروج كبير يكون احسن ويطمئن على هادشي اللي كاين. طيب نكملوا حديثنا دكتور، وحنا دائما نقول فقرتنا مقرونين بالوليدات الصغار. اكزاكتو ما كان عبد الرحمن استثناء ماشي مشكل، جاونا نكملوا حديثنا مع الوليدات. دونك هضرنا على الاجتفاف، فكنهضروا نيت تباعا من هذا الشيء اللي هضرنا مع السيد دابا ديال تو دافور. دونك عندنا عاوتاني الانواع ديال اللباس اللي كنلبسوا لوليداتنا والخامه ديال الحويجات. دونك الشائع عندنا باننا كنلبسوا لوليدات القطن، غير حنا يعني اون جينيرال كنلبسوا لوليدات القطن حتى واحد حتى كيكون مازال شادينهم في شونا يعني مازال هو راضي عامين. لا ماشي حتى العامين، راه كنمشيو معاه نورمالمون حتى لست سنين حتى سبع سنين كاع حتى ثمان سنين، خاصو يبقى يلبس الحويجات كاملين الدخلانيين القطن. دونك الخامه الا كانت ماشي قطن فهي غالبا كتقدر تدير لنا حساسيات وكدير لنا حكه، وملي كنحيدوا الحويجات ما كنلقاو حتى حاجه، يعني مثلا غير الصوفه يا كان شويه في الصوفه ولا مثلا لابس فيغور ولا شي حاجه فوق الفوق هنايا راه ممكن يحكوا ويلقى واحد الموضع بالضبط اللي تيحك فيه وما كاين عندنا والو. وديبو كنقولوا دائما في البدايات ديالنا راه هذه الحكه ما كيكون فيها حتى حاجه، ولكن من بعد فاش كتستمر واحد المده كبيره فالا ما كان والو كيكون على الاقل خدوش ديال الاظافر الحكان الندوب اللي غتبقى الندوب اللي هتبقى صعيبه تحيد. اكزاكتومون غير داك الهرش داك هذاك الحكه وهذاك الهرش. دونك من بعد هذه الخامه اللي كنهضروا عليها وهذه الخامه مهمه يعني بطبيعه الحال ديرها ما كتخفى على حتى امراه مغربيه، غير خصها تبقى عاقله بانها ماشي حتى الدريري رضيع، ولكن كنكملوا معاه دائما على الاقل هذاك الشيء اللي لاصق على اللحم اللي لاصق على الجلده، ولا قطينه ما فيها باس تكون قطينه. دونك كنساليو من القطينه وكنقولوا حنا خدينا قطن
واش اللون ديالها كيفاش غيكون. دونك حتى الالوان بعض الصباغات اللي كيكونوا محطوطين فوق القطن كيديروا لنا مشاكل. دونك حتى هادو خصنا نردو منهم يعني في الرسومات كتعرفي داكشي مغري كيعجب بصح فيه اللوان دونك اللوان والصباغات حتى هما فيهم مشاكل. دونك نفضلوا دائما الحاجه اللي كتكون اللي كنقولوا حنا السوفيتمون يكونوا بالابيض دونك تنكونوا مهنين وما عندنا حتى مشكل. الوغ من بعد الصباغات خدينا الخامه مزيانه ما فيهاش اللوان ولكن ممكن ان الطريقه الصبان ديالها حتى هو في خلل اكزاكتو منظفات الغسيل المنظفات فاون جينيرال يعني الامهات المهم مثلا كيف كنقول دائما في الرضيع ممكن يعزلوا لي حويجاته بوحدو ولكن فريمون كيبدا يتمشى كنصبنوه بصابون طبيعي وكنجتهدوا كنجتهدوا شويه ولكن الدراري ديال 2 سنين 4 سنين تيولي كينقص عندهم هذا الاهتمام وتيولي تنقصوا من تيولي كيخلط كل شيء وكيغسلوا كامل. فهذا حتى هو من الاسباب اللي كيجيب هذه الحكه. وكنعاود ناكد على هذه الحكه راه ماشي بالضروريه انها تكون زعما بيرسيستانت وتكون مليحه لهذه الحكه راه كتمشي وكتجي كتمشي وكتجي غير هو ملي كيبقى هاد الظروف كامل كيزيدوا مازال الحساسيه عند بشره الطفل وكيزيدوا الاجتفاف ديال بشره الطفل وحنا وتنزيدوا في المضاعفات اللي غادي كل ما طول معنا الموضوع كل ما يطور لنا حوايج اخرين تيبقى غادي لينا بشويه بشويه صح. يعني هاد الاجتفاف ديال البشره في الاساس وهاد الحكه راها خفيفه وما فيهاش مشاكل ولكن الى فطنا بها من الاول وعطينا قدمنا الصابون المناسب وعطينا الحليب المناسب وكنا كنرطبوا واستعملنا الحويجات مزيانين دوك عمرنا ما كنوصلوا لواحد الوقت اللي الوليد غادي يبدا يفق بالليل ويبدا يحك ونوليو في الخدوش نوليو لي سيكاتريس اللي تيكونوا خايبين واللي الامهات تيجيو عليهم واش غادي نبداو الدواء ولا ما نبداوش الدواء الوليد باقي صغير واش غادي يستمر في هذا الشيء واش غيكبر مع هاد لي سيكاتريس ولا لا. دونك هذا الشيء كي كنقولوا مهم. دونك هنا غاديين مازال الحوايج اللي هما نورمال واللي كنعيشوا فيهم دائما فتنقولوا كيف ما قلنا في الشتاء الوقت اللي كنشفوا بزاف لان الكليمه والطبيعه ديال الكليمه كتجيب لنا مازال الاجتفاف البشره ديالنا والوقت الربيع اللي حنا هنايا اللي حنا فوقته دابا ومع حبوب اللقاح اللي كدير لينا حساسيه اكزاكتو يعني خصو جزء ثاني على التحسس ديال البشره دكتور نتكلموا على شنو المسببات الحساسيه اللي كتعطينا كذلك واحد الهرش واحد الحكه بعد مره كتكون شويه صعيبه نشوفوا شنو هي باش كمل الامهات ياخذوا الاحتياطات ديالهم. طيب راجعين اكيد بعد فاصل ومحطه اعلانيه قصيره اولى فقرتنا فقره امومه حاضر معنا دكتور نادي رضوان دكتور اختصاصي في امراض الجلديه والتجميليه واليوم اكيد الموضوع كيهم الامراض الجلديه وتحديدا عند وليداتنا الحكه باسباب كثيره عند الأطفال ديالنا في مختلف الأعمار ديالهم ما بين البسيط وما بين شوية الجدي اللي خاصه ضروري تشخيص وأكيد أخذ أدوية فوقتها بعد الفاصل. فضيل المعلومة والتوعية أساسنا وهدفنا من خلال حلقات برنامجكم الأسري للا فاطمة. حاضر معنا دكتور نادية رضوان دكتور اختصاصية في الأمراض الجلدية والتجميلية اليوم تنتكلموا في شق الأمراض الجلدية الحكة عند وليداتنا بدون تفسير ولكن فيها صراحة كتير ديال الأمور والأنواع. من الجزء الأول خصصنا الأمور اللي هي بسيطة وبعد تدابير اللي ممكن أنه أولياء الأمور قدروا يديروها وخصوصا الأم كيف قلنا قدروا نتفادوا الحكة قام من الأساس exactly. ولكن كاين شي أمور كيصعب علينا دكتور بما فيها الموسم ديالنا دابا اللي كنعيشوا وايضا تحسس ديال الفضاء والمناخ وحتى الاسر يعني داخل البيت يعني ممكن يسا. تحسس داخل البيت فنتكلموا عليه شويه. دونك كيف ما قلنا هضرنا في الاول على اجتفاف البشره ولا كاع اي حاجه اللي كتكون هي ما عندنا ما نديروا ليها هادشي كاين ولا نقدروا يعني بواحد ليجيت صغيرين نقدروا نبدلوا الحساسيه والاجتفاف ديال البشره ديالنا والبشره ديال الاطفال ديالنا مع الحكه ديالهم. ولكن كاين شي حوايج كيف ما كنقولوا الله غالب هادشي اللي عطى الله. دونك كاين واحد الحكه اللي كتكون غالبا غير من لي زيكزيما وملي كنهضروا على الاكزيما الجلديه فكنبداو بالاكزيما التتابيه وكنمشيو للاكزيما الدهنيه وتنمشيو كذلك الصدفيه وكنمشيو للجلد السمك دونك هادو كلهم هذا اجتفاف فيهم الاجتفاف تاع البشره. فالحساسيه التتابيه كما كنعرفوها كتبدا تقريبا عند الرضع وكتبدا من 3 اشهر. دونك من 3 اشهر باش كتبدا غير بواحد الحكه 3 شهور قلنا مازال الوليد ما كيعرفش يحك مزيان دونك تيكون كيبكي سورتو البكا وكتبدا خصوصا في غير في الوجه. الوغ ملي كتبدا في الوجه فالحكه كتكون خصوصا في الوجنتين وتيبقى واحد تيبقى تيحك بحال هكذا الوليدات كيهزوا وليداتهم حدا راسهم ولكن ما قادرينش يحكوا مزيان. دونك
الحكه التتبيه هي من واحد الكزيمه التتبيه هي من الانواع الامراض الجلديه ديال الطفل ديال المناعه الذاتيه. وهو شائع عند الوليدات. شائع عند الوليدات. بزاف ديال الوليدات يعني كمروا منها. اكزاكتومون. من الاسباب ديالها اسباب ديالها كما كنقولوا مناعتيه وراثيه. منين كنورثوها كنورثوها من الوالدين ديالنا ومن كاع الناس اللي قبل منهم. كنقولوا حنا دائما كيكون عندهم انتيغان داتوبي. هاد الانتيغان داتوبي يعني حساسيه ارضيه وقابليه باش يتصاب بها. هاد الارضيه والقابليه شنو هي؟ فممكن يكون غير حساسيه الانف او حساسيه العينين او كذلك الربو. دونك هادو كلهم كيقدروا يعطيونا من بعد عند الاطفال يعطينا هاد الحساسيه التتابيه. دونك الحساسيه التتابيه في البدايه ديالها كتبدا بحكه غير حكه كتبدا بحكه اكزاكتو حكه واجتفاف في البشره ومن بعد كتقدر تطور لينا. دونك كنقدروا نعرفوها فاسيلمون لانها كتكون غير في الوجه في البلايص اللي كنقولوا دائما مكوره ماشي مقعره. هادشي علاش كتكون في الوجنتين كتقدر تكون هنايا وهاد البلاصه كتكون خاويه. من بعد بشويه بشويه كتقدر تكون حتى في الفيس. من بعد كتولي في البلايصه اللي كنقولوا مقعره وهي خصوصا التنيات. ومن بعد كتكمل لينا يعني الوليد غادي هو كيكبر ملي كيوصل لينا هذاك 3 سنين 4 سنين فكيولي اجتفاف كامل غير البشره ديالو جافه وكيقدر يطلع عليها كذلك هذاك جلد الاوزه يعني لاكيغاتوز بيلا. دونك حنا دابا شفنا غير في الكزيما التتابيه او الحساسيه التتابيه جميع المظاهر اللي هضرنا عليهم في الاول وقلناهم انهم ما كاينين في حتى شي مرض. دونك هضرنا على اجتفاف البشره بوحدو هضرنا على لاكيغاتوز بيلا يعني الجلد جلد الإوزة وهضرنا على هاد الحكة ولكن هضرنا عليهم منفردين وممكن يكونوا عند أي واحد وما كيكونوش ما تيتكادراوش في واحد المرض معين. ولكن دابا سنهضروا على الحساسية التتابية اللي هي مرض واللي خاصو الدواء واللي حنا كنعرفوا بأنه تيمشي وكنسميوه بين قوسين الضيقة الجلدية لأنه حتى هو تقريبا تيمن من المراحل ديال الضيقة اكزاكتومون كنسميو لي كريز كيمر بلي كريز وتيمر تيمشي هذاك الشيء وتيعاود يرجع ويمشي وتيبقى غادي بشويه بشويه كيبدا يبرى بشويه بشويه حتى مثلا في هذاك 7 سنين 10 سنين الطفل ما كيبقى فيه والو ولكن اكونديسيون نكونوا قدنا الدواء والعلاجات الحوايج اللي خصهم يتقن بهم. نحن كنحييك وتنشكرك على هذه المعلومه. هذا موضوع مهم جدا نتمنى الاولياء الامور يركزوا معنا مزيان لان بعض المره كنبسطوا الاشياء نقولوا راه غير حكه عابره وراه غادي تدوز كيما هذه المره وي الوغ الاكزيما الدهنيه. دابا الوغ الاكزيما الدهنيه فهي معروفه هذيك هي هذيك القشره اللي كتكون مثلا في الراس ديال الطفل. هذا ملي يكون مازال صغير ورو التربيه ومن بعد يقدر يولي يعني عنقو تيحمر ليه يقدر يتفلح ليه ولا شي حاجه ولكن قبل ما توصلوا لهذا المواصل فتيكون الحكه. دونك تيكون الحكه في الراس تقدر تبان لنا ولا اكزاكتومون تقدر الحكه عندنا في العنق والحكه في التنيات. وهذا الشيء كنعرفوا بان الام كتقول لك مجرد ما انها كتحيد لاكوش لديه الوليد كيهبطوا تماك تيبدا يحك تيحك يعني كتكون مدابزه معاه باش كتصيب ليه لاكوش وهو يديه في البلاصه الحفاض لانه عنده الحكه. دونك حتى هذه الحكه فهي كتكون بعض المرات من الاكزيما الدهنيه ولا بعض مرات او ثاني من الالتهاب ديال هذاك الحفاضات اللي كاينين سواء كيتزمط عليهم بزاف سواء انها ما كتهواش بزاف سواء ان التكستور ديالها حتى هي يعني النوعيه ديالها ماشي جيده وما مناسبهاش البشره ديال المولود ما كتكونش مزيانه. وكما كنهضروا دائما فهم هادو هي علامات اللي خصنا دائما نديوها فيها لان هاد العلامات الا ديناها فيها في هذا الوقت وقمنا بتهويه الرضيع وقمنا بامه غير ترطيب الرضيع في هذاك المنطقه فهو كيتحسن. سينو من بعد يولي عندنا التهاب ديال الحفاض وكنعرفوا الالتهاب راه كيبدا من هاد الحكه البسيطه جدا حتى تيولي تسلخات حتى كيولي تسلخات وامراض جلد تسلخات مع التعفنات الى اخره. ودابا شويه الحراره والحل بدا كيسخن واحد يرد البال. دونك هذا الشيء علاش دائما خصنا نردوا البال والحكه كما هي ماشي شي حاجه كبيره بزاف عند الام ولكن ان واحد غيرد معاه البال باش الا كان شي مشكل ولا شي حاجه كنمشيو له غابيدمون. داكور دونك هذا الشيء كامل تنزيدوا مثلا كما قلنا جلد السمك. فجلد السمك ونبداو بالصدفيه هو الاول فالصدفيه معروفه. الصدفيه عند الاطفال كتكون قليله بزاف ماشي في حال الناس الكبار. الصدفيه كتقدر تبدا غير واحد القشيره خفيفه ما كتكونش باينه. واللي الامهات معروف بانهم ملي كيمشيو يديو لولاداتهم زعما تحت الحم تاع
يتزوجوا فكيحاولوا ما امكن يتخلصوا منها وهذا واحد الحوايج اللي هو غلطه اللي ما خصهاش دار. دونك فاش كتكون عندنا القشره ولا الجلده ناشفه عند الوليدات فما كنحكوش ليهم كيما كنقولوا حتى كيعاود يتزاد ويتكثر. فكل ما حكينا لهم كل ما كيتزاد وكل ما استعملنا لهم وكل ما استعملنا لهم الماء سخون كل ما عاوتاني كنزيدوا تهيج تاع الجلده وكنزيدوا الحساسيه ديال الجلده. يعني خص الماء يكون دافي فاتر ما يكونش ماء دافي فاتر في الشتاء ولا في البرد. زعما الناس حيت في الشتاء كيبغيو يسخنوا الوليدات لا الماء خاصو يكون فاتر لانه هذا اقرب لصحه الوليدات من 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 الماء من المسخون. صدفية عند الوليدات الصغار اون جينيرال ما كتكونش اون بلاك ما كتكونش بصفائح كبيره كما كنشوفوا عند الناس الكبار هذاك الطريقه الخايبه ولكن بعض المرات كتقدر غير نقيطات كتسمى عندنا بحال شي نيميولير بحال شي اكزيما نيميولير نقطه 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 نقطه. دونك هادو وكنقدروا تجي كنقول كنعرفوها بان ممكن تكون تتفاعلها واحد الميكروب وهو الستريبتوكوك اللي تيكون عند الوليدات الصغار ومعروف عند الوليدات الصغار. دونك الصدفيه حتى هي معناتها حتى هي كما كنقولوا حنا قانونها وصوابها في لو تريتمون في العلاج لان حتى هو التريتمون ديالها الاساسي من غير الكورتيزون والكورتيكويد فهو تيرتبط وكيرتكز خصوصا على الترطيب الترطيب. وتنبغي نعاود ناكد على ان ملي كنهضروا على الحوايج لي صابون خصهم ما يكونوش مريحين. كنبغي نفتح واحد القوس ونهضروا عاوتاني على الاجتفاف اللي هضرت عليه في الاول وغادي نقول واحد الحاجه مهمه وهو ان الوليدات الامهات يعجبهم يشموا في وليداتهم ريحه زوينه. دونك خاصني نزيد نقول بان حتى البارفان اللي كنديروا للوليدات ديالنا بعد هو مهيج بعد مره يقدر يدير لنا الحكه في البلايص تحسس فسواء في البلاصه اللي حطينا فيها الريحة أو البلاصة اللي حطينا ما حطيناش فيها هذا العطر. دونك خصهم يعرفوها ممكن يديروه مازال لتحت والولد يحك الفوق فسي توتا في نورمال في الحويجات ممكن في لا الحويجات في الحويجات لا نهائيا لأن علاش أول حاجة الطفل البشرة ديالو يلا كتعامل مع العالم الخارجي باش تعرف هذا ميكروب هذا ماشي ميكروب هذا يدوز هذا ماشي يدوز كنزيدوا ليها عاوتاني واحد المواد مصنعة فاون جينيرال الا ما خليناش يتأقلم بشوية عليه فكنركبوا فيه حساسيات. هذا الواحد اللي عادي اما الواحد اللي عنده واحد المشكل واللي كما كنعرفوا بان هذه المشاكل الاكثرية الجلدية ما كتبانش او للام ما كتقدرش ترد ليها البال فإلا زدنا واحد العامل اخر ديال الحساسية فكنضخموا معقد الامور. Exactly. طيب غادي نذكر ديما بارقامنا دكتور ناديه رضوان حبيبتي شكرا على التوضيح شكرا انك شرتينا على هذه النقاط المهمه جدا ودائما موضوعنا الهرش او الحكه الكثير عند الوليدات الاطفال مختلف مراحل العمر حنا بدينا حتى مولود رضيع يقدر انه يعاني مساكين من هذا المشكل اللي كيخلي حياته كلها في قلق دائم يعني ما كيناش مزيان ما كياكلش مزيان كيبقى ديما يبكي وحاجه كتجبد على حاجه Exactly. والحياه والسي ديال الوالدين والوالدين هما المعاناه الام. اكيد ارقامنا 0522 30 30 00 أو الرقم الثاني هو 0522 31 33 33. بعد الصدفية دكتور نادية كيجينا كذلك في مقام اللي تهو أيضا كاين وتهو صعيب شوية وتعطينا حكة كيبدأ هو بالحكة جربة بيان سور ياك الوغ الجربة هي من الحوايج اللي فريمون الوليد ولا سواء الرضيع سواء الانسان العادي فكيحك واحد الحكه كي كنقولوا دائما حكه هيستيريا. دونك هذه خص يعرفها بان اي الامهات كاملين خصهم يعرفوا مزيان ويفهموا بان الوليد الصغير اللي تيحك خصوصا بالليل عنده جوج حوايج يا اما الاكزيما التتابيه هي اللي هضرنا عليها حتى هي كتجيب الحكه بالليل يا اما الجربه. دونك الجربه هي واحد المرض اللي ماشي هو خطير ولكن التبعات ديالو خايبه بزاف وتبعات النفسيه على المريض والنفسيه على الوالدين وعلى العائله اكزاكتو العائله باكملها فهو خايبه. هادشي علاش كنردوا ليه البال. دونك الجرب هو من الامراض المعديه الجرب من واحد الامراض ثقيله شويه اللي خصها امراض اكزاكتومون كما كنقولوا ماشي صعيبه بزاف هذا ماشي شي مرض سرطاني ولا شي حاجه لا ولكن هو مرض اللي كيقدر يتعالج بسهوله جدا الى عرفنا ليه وقته وبديناه واش خصناه بكري اكزاكتومون. دونك عند الاطفال الصغار اون جينيرال الحكه كتبدا
كنقولوا بانه جرب الى الحكه كما كنقولوا كتفيق خصوصا بالليل. الحكه كتكون هستيريا، الوليدات الصغار تيحكوا وما كيبردوش غدا يدهم بهذا المصطلح، كيطلبوا الام تتحك ليهم وتعاود تحك ليهم باستمرار، واخا تيتحك ليهم تيبقاو يبكيو. هذا من طرف من المرحله الاولى. المرحله الثانيه وهو ان فاش كيكون عندنا حكه اخرى في نفس المنزل، عندنا حكه ولا عندنا في الاقارب ديالنا شي واحد تيحك، فطبيعه الحال اون فوا تنعرفوا بان هناك كاين واحد ولا جوج تيحكوا، وخصوصا عندنا المشكل خصوصا المشكل في الليل، كاين في النهار ولكن المشكل في الليل، اولا المشكل كيكون عندنا فاش واحد كيسخن، لان هذا الميكروب كيكون عنده كي كنقولوا واحد النشاط ليلي ولا نشاط فاش واحد كيسخن ومغطي مع الدفا وهذا. دونك فاش كي واحد كيدفى فاش كيسخن تيبدا تيحك بزاف. دونك اون فوا تيكون عندنا اون فوا تيكون عندنا هذا المشكل فكنفكروا في الجرب، وبطبيعه الحال ملي كنفكروا في الجرب خصنا ولا بد نتوجهوا للطبيب. دونك غادي ننتهز في البدايه ديالو دكتور كيبان غير بحكه في البدايه ديالو كيبدا غير حكه. بالنسبه للناس البالغين فممكن ما يكون عندنا حتى اثار نهائيا، الا كان يعني الانسان حارس انه ما يحكش، حيت كاينين الناس اللي ما تيبغيوش يحكوا ولا الناس اللي تيحكوا بلطف، واخا تيقول لك تيصبر ولكن تيحك بلطف، فممكن ما يكون عنده حتى مشكل. اولا هذاك اللي شاف عائلته تتحك هو يلاه واخر واحد بدا يحك، فكيقدر يجي ما فيه حتى اثر نهائيا. الوليدات الصغار اون جينيرال كدوز عليهم مثلا واحد اسبوع اللي ممكن عنده حكه وعنده تعب وعنده بكاء وعنده قلق وعنده ما بقاش كياكل مده اسبوع، ولكن كنفضلوا دائما حنايا نعرفوا الجربه في هذا الوقت ديالها قبل ما يبداو ليستيل الاخرين. فليستيل الاخرين فهما معروفين، اول حاجه فممكن يطرطقوا لينا نبيبلات في اللي يديروا في الرجلين ديال الوليدات، وهذا الشيء بعض المرات كيخلي الام مثلا كتكون كتحك ما فيها والو، والولد ديالها مطرطق فيه هاد الحبيبات الرقيقين وفي اللي دينو في الرجلين، فكتقول زعما هذاك الشيء اللي عندي ماشي هو اللي عنده، هو في شكل وانا في شكل. دونك ما كتفكرش بزاف بانها ممكن يكون هذا جرب. دونك تيبدا بحال هكا، من بعد تيولي واحد البطور من اللي خارجين على الدس ديالو كاملين، وممكن يكون عندنا واحد الوليسات، هاد الوليسات كيكونوا في تحت البيطان. دونك فاش كيوصل عندنا الوليسات تحت البيطان وتيولي عندنا البطور في الدس ديالنا كامله، وعندنا اللي يدينو رجلين، وبعض المرات بكثره الحكه فكيتقيحوا وتولي مزبزين بالماء، وتقدر تطلع فوق منهم الميكروبات، يعني تطلق فوق منهم عاوتاني النا الفرسيه. دونك هذا كله كنعرفوا بان احنا وصلنا لواحد المرحله متاخره، وحتى العلاج اكزاكتومون وحتى العلاج غادي يتضمن لنا واحد الوقت كامل. وكنعرفوا هذاك الساعه بان تقريبا راه الدار كلها عامره بالميكروب، وحتى باش لو تريتمون ديالها خاصو كيكون كيف ما كنقولوا قاسح، وخصنا نعقموا اي حاجه في هو باقي موجود ولكن ما بقاش بديك الوتيره ديالو اللي كانت زمان، يعني باش نقولوا عاوتاني ما كاينش كثير. اش نقول لك، هو في الميدان شنو كيبان لكم؟ يعني في الميدان كاين واحد الوقت اللي عاوتاني تيكون فيه تتكون الجربه. الجربه انايا بوغ موا تنقول دائما وهو واحد الاهمال من الاسره. منين كتجي الجربه؟ كتقدر هاد الجربه، هاد الميكروب الجربه كيقدر كاين باغتو وتيكون في الحيوانات. دونك يعني كان عندنا حيوان ولا وليدنا كيلعب بشي حيوان يقدر يجيبه الحيوانات. من الحيوانات بعض المرات تيكون، يعني كنتكلموا على الحيوانات الاليفه اكيد ديال الحيوانات الاليفه، قطات كلاب الحيوانات اكزاكتومون، على بعض المرات تيكون فيهم وتا هو من هو تيكون زعما فوق عند الانسان، حتى الانسان تيكون عنده، يعني كتنتقل من الحيوانات الاليفه لعند الانسان، من الانسان للانسان ومن الحيوانات للانسان. دونك هادو كلهم تيقدروا ينقلوا. والحاجه المهمه وهو يعني الواحد اللي ما كيغسلش الواحد لهذا، وشحال هذيك كنا كنقولوا دائما ان الجربه يعني مرتبطه بالناس اللي ما كيغسلوش من الناس اللي ما كاينش نقاو النظافه عندهم يوميا، ولكن اون فوا تيتعدى فممكن. يعني عندنا تنهضروا دابا على الحكه في جميع الاعراض ديالها، ولكن الحكه راه ممكن تكون عندك الحكه غير بين صبع اليدين فقط، وهي راه جرب. علاش الواحد كينظف راسه يوميا بين رجلين؟ بين رجلين هذيك اكثر حاجه اخرى، بين رجلين لتحت من حاجه اخرى، حيت اليدين ما كيكونش عندنا الحكه بين اليدين، يعني هذا كيكون عندنا حنا واحد لوستين، واحد من الاعراض اللي مهمه واللي كنعرفوا منها. شو بالضروري يكون في الجسم كامل؟ لا، يقدر يكون غير بين اصابع اليد، بين اصابع اليد، بعض المرات غير في الرموش
فرموش العين، فرموش العين بعد مرات غير فرموش العين. هادو الناس اللي كنقولوا نضاف مزام اللي تعادوا، يعني كانوا اون كونتاكت مع واحد الناس اللي عندهم جرب وتعادوا وجاتهم ملي جاوا تعادوا، يعني بقات في البلاصه اللي كنقولوا ما كي بحال ما كيوصلش ليها الماء مزيان ولا هذا، واش فهمتي ولا لا؟ لان واحد كيدوش كل نهار مع ثاني براسو كيغسل دائما، دونك تتبقى عنده الحكه بيرسيستو في واحد الموضع ولكن راه ماشي في الجسم ديالو. وهذا الشيء كيجينا مشكل زعما باش نديروا التشخيص المرض. طيب حبيبتي صراحه نقاط مهمه جدا طرحتي لها في هذا الموضوع. انا كنت كنقول بسيط زعما الحكه ما غاديش نستغرقوا فيها هذا الوقت كامل، ولكن كاين فيها بزاف ميكزاكتو. طيب وجدنا ستوندار معنا سيده سعديه، نتمنى تكون مازال معنا من برشيد قطع الاتصال. طيب ما دير من سعديه حبيبتي، دائما تنذكر بارقامنا 0522 30 30 00 او الرقم الثاني اللي هو 0522 31 33 33. اولى فقراتنا فقره امومه، حاضر معنا دكتور نادي رضوان، دكتور اختصاصي في الامراض الجلديه والتجميليه. اليوم موضوعنا جلدي كيت كيتعلق بالامراض الجلديه، الحكه عند الاطفال كاين منها اللي بسيط، وحنا غاديين تباعا اكيد توصلنا للجرب. اكزاكتو. على الجرب دكتور كنبغي نفتح واحد القوسين في هذا الجرب، ونبغي نهضر على العلاج ديالو قبل ما نمشيو للحاج، لانه العلاج ديالو فعلاج كي كنقولوا هو سبيسيال. دونك العلاج ديالو دونك كاين الماده اللي كنعالجوا بها الجرب واللي معروفه دائما تيقولوا لها الماده الكبريتيت سيتيغا معروفه عندنا، وعندنا لكن ماشي هي الوحيده اللي كنعالجوا بها. دونك الاكثر الناس كيفقوا بعض المرات بالجرب، ملي كيفقوا بالجرب كيمشيو عند الصيدليه، فكيمشيو عند الصيدليه كتعطيهم هذاك الماء الكبريت الماء الصفر اللي معروف. دونك كيديروا كيتهمدوا شويه وكيعاود يرجع. دونك تنبقاو يمشي ويجي يمشي ويجي. طيب وجهتنا سريعه ناخذوا علال من تازو نشوف السؤال ديالو. سي علال السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا سي علال، مرحبا بك. لاباس الحمد لله. علينا وعليك بالصحه والسلامه. مبروك تعيد. اهلا يخطيك، شكرا. تفضل سي علال، شو السؤال ديالك؟ سعاده الدكتور الله يجزيك بخير. عندي واحد الولد عنده شي 4 سنين ولا 5 سنين. ايه. انا كنقرا في التحضيري. ايه. وفي واحد الطبيعه ملي كياكل التمر. ايه. كاين شي شبره كاع في اللحم ديالو وكياكلو كيبقى يحك. دونك هي من كياكل التمر. لا حتى كياكل التمر. دونك الا كلا شي حاجه اخرى ما كدير ليه والو. لا ما كاينش حاجه اخرى ما كيدير له والو غير التمر. دونك تياكل الفريز مرات، ياكل الحوت، ياكل الدجاج. ياكل كل شيء، الفريز، المشروبات، كل شيء، الفواكه الا التمر. ايوا صافي تري بيان. دونك الطبايع اللي كينوضوا ليه كيفاش كينوضوا؟ كينوضوا شويه حمر منفوخين. الطبايع اللي كينوض فيه واش كيكونوا حمرين تيكونوا بيضين؟ لا غير براكاع ما كيتنفخو ما والو، غير لحم طبيعيه، لكن براكاع حمر كيبدا يحك وتياكلو. داكا كيحك. دونك ما عندوش مشاكل بزاف. دابا هو ملي عنده الحساسيه غير من نوع واحد ديال الاطعمه ما فيهاش مشكل. دونك الا كان عنده حساسيه من التمر ففي التمر ما خصوش يبقى ياخذو. هذا التمر ملي كنقطعو عليه التمر ما كيخش فيه داكشي. صافي، هو دابا عنده حساسيه من التمر، دونك التمر ما خصوش ياخذو، حيت حقا بعض الاطعمه اها لا دائما على الاقل الا بغينا نرجعوه ليه على الاقل حتى يدير واحد 7 سنين. بين 7 سنين و10 سنين عادش نقدروا نعاودوا نعطيوه التمر، اما هاد الساع فمن الاحسن ما نعطيوش التمر، لانه الحمد لله ملي جات غير على ماده وحده ماكله وحده ماشي بزاف هذا. ولكن خاصكم ولا بد تتبع لي حاجه وحده واللي مهمه عندنا بزاف، فهو يعني دائما يغسل بالصابون، صابون اللي خاصو يكون صابون تاع الترطيب، وثانيا يدير واحد الكريمات الا كان تاع الزيوت ماشي مشكل باش يدهن، خصوصا من بعد كل تدويشه فيدهن راسه كامل، وهذا الشيء كامل ما كيخليش يكمل يزيد لنا هذه الحساسيات اكثر. دونك يدير لنا غير هذا الشيء بعدا، واما التمر فيحبسوا لانه بعد كي عنده حساسيه من التمر. يعني مشكل سهل بسيط. مشكل بسيط ومزيان طيب. ملي كيفقوا الوالدين بالماكله اللي كدير لنا هذه المشاكل فكتكون احسن، لان هادو من بين الحساسيات ومن بين الحوايج اللي كيدير لنا الحكه في الجلد فهما الماكله من بعد الاطعمه وماشي ضروري يخرج لنا بقع ولا يخرج لنا شي حاجه، يعني ممكن تبدا ياكل شي حاجه وتجي غير حكه. طيب شكرا الاتصال، شكرا دكتور على الجواب. غادي نمشيو سريعا سعديه رجعت معنا من برشيد. صباح النور سعديه.
صباح الخير اختي كدير. مرحبا بك اختي، الله يبارك فيك. مرحبا يا خير، صباحكم مبروك. مرحبا مبروكه. تفضلي سعدي، شو السؤال ديالك؟ انا عندي واحد البنيه عندها 9 شهور. مهم من اللي كندير ليها لي كوش صافي كتهبط، كيخرجوا لها دوك حبيبات بحال بالماء. مخليت جربت كاع لي كوشات، كاع الانواع ديال لي كوشات جربتهم ليها، خديت لها كاع البومادات والو ما بغاتش ديك الحساسيه تحيد من ديك الحبيبات كينوضوا لها بكثره. دونك دابا الحبيبات دياولها حبيبات، كيجيو حبيبات كيوليو منبلين وتيتفرعوا ليها بالماء ياك؟ وكتبدا تغوت حاجهك، غير كدير بيبي ولا شي حاجه كتبدا تغوت. من طبيعه الحال هذا سي نورمال، حيت ملي كيتفرقعوا يعني بحال بدات كتسلق، وحبيبه كتجمع مع حبيبه كتعطيك واحد الطبيعه كبيره شويه اللي مسلوخه. دونك ها انت شوف عندك جوج حوايج في هاد التسلخات، هادشي يا اما عندنا الحفاض اللي هو ما غاديش مزيان، يا اما ان الوقت اللي كتحيدي التبديله بين التغيير بين كوشه وكوشه كديرها شويه كتكبريها، يعني المده الزمنيه كتكون كبيره بزاف، يا اما ان لا كريم دو شونج وهو الكريمات ديال التغيير ما كديريهاش او هي غير كافيه ما عقداش بزاف. يعني اول حاجه بعدا نعرفوا غير الاسباب، وحده من هاد ثلاثه غيكون من واحد الاسباب بلا ما نهضروا على ان ممكن يكون مثلا حساسيات ديال الاكزيما الدهنيه او لا الصدفيه، ولكن هادو هما الاخرين. فين عندها عاد؟ اسمح لي يا دكتوره، كاينه ضلات بحال الحبيبات في الحمى، ولكن ما باينينش بزاف وقين، وبعض المرات كيبداو في عنقه بحال كيحمروا ليها. دونك هذا الشيء علاش قلت لك ان ممكن يكون هذا الشيء المهم اللي خصنا دائما نكونوا كنردوا ليه البال. وقلت لك قبل ما كنهضروا على امراض اللي ممكن تكون عندنا مشاكل في بلاصه الحفاض ولكن تكون عندنا في بلايص اخرين، غير المهم بعدا تبتي هذا الشيء وتعرفيه بان الكريمه اللي كديري، الا كديري لها واحد الكريمه من بعد كل تبديله، هي كندير ليها كما درت لها كلين طما واخا شوف هاد الكريمه، هاد الكريمه اللي كديريها ليها من ورا كل تبديله خاصها تكون عقده، وخاصك ملي ديريها تكوني كريمه فيها، يعني ديريها وديريها بزاف باش هذاك الساع البراز ديالها فاش كيكون في كونتاكت مع العكوش ديالها عمره ما كيوصلش الجلده ديالها. واش فهمتي ولا لا؟ ثاني حاجه الحفاض يعني لاكوش خاصك تبدليها ساعه بساعه، فهمتي؟ ما تخليهاش فيها بزاف، قابليها بالتبديل ما كنخليش ليها. لا دابا ماشي مشكل، هي فهميني دابا انت نعم قبل ما كتوصلوا هذا المواصل ديال ان الجلده تسلخ عند بنتنا خصنا نكونوا كنديروا ليها هذا الشيء، حيت الا درنا ليها هذا الشيء ما غتسلخش. واش فهمتي؟ اما دابا فاش وصلت دابا لمرحله التسلخ راه خاصها دواء مقاد، يعني خاصك ديها عند الطبيبه وخاصها تشوفها باش تعطيك الدواء ديال التسلخات. واش فهمتي ولا لا؟ نعم دكتوره، ندير الطبيبه خاصه الجلد ولا ندير الطبيبه ديال الاطفال؟ ديها الطبيبه ديال الجلد وهي غادي تعالج لك التسلخات، غير اون فوا غيتعالجوا التسلخات خاصك تبقاي دير كاع هادشي اللي قلت لك باش عمرها ما تبقى مازال عاوتاني تسلخ. واش فهمتي ولا لا؟ دونك هاد الاحتياطات اللي ما كنتيش كديري في الاول هو اللي وصلنا للتسلخات، ولكن ملي كيوصلوا هاد التسلخات واخا كنديروا الاحتياطات راه ما كتبراش. واش فهمتي؟ دونك دابا نعالجوا التسلخات ومن بعد، وعاد من بعد الا كان شي حاجه اخرى فالطبيبه الجلد اللي هتكون معك هذاك الساعه نقدروا نشوفوا واش كاين شي مرض اخر ولا لا، ولكن غالبا الوليدات الصغار تيكون عندهم غير هاد المشاكل، يعني ما تخلع والو. شكرا، الله يحفظك، انت مشكل مرحبا. شكرا لك سعد يا حبيبتي، شكرا لك على المكالمه. يلا سريعا غادي نمشيو، الوقت تيدهمنا وحنا باقيين بزاف النقط ما هضرناش عليه. اكزاكتومون. لا لا خمسة دقائق ما لا مازال شويه. طيب حبيبتي نكملوا حديثنا، دونك اي نهضروا زعما عجاله على التريتمون ديال الجربه، لان كيف ما كنقولوا كما هضرنا في الاول قلنا ملي كيكونوا الجربه الوالدين تيفقهوا منين كلهم تيبداو يحكوا، دونك تيمشيو للصيدله الصيدليه تياخذوا دواء الكبريت اللي معروف، مي كيبقاو تحسنوا تيمشيو. دونك حاجه وحده اللي خصهم يعرفوا بان ملي كتكون عندنا الجرب فكنداويو الفراش يعني الاتات، كنداويو الحويجات، كنداويو الدار، عاداش كنداويو الجلده ديالنا وديال الافراد كاملين. يعني ولا ما درناش بحال هكا راه ما القمل وحل حنيشات يعني اكزاكتومون. دونك شنو تيديروا هما؟ كيداويو الجلده وكيخليو الحويجات كيعاودوا يرجعوا دونك بحال ما درنا والو. يداويو الجلده ويديروا جوج الحوايج وينعسوا في الفراش اللي ما مداويش راه ما درنا والو. نفس القضيه درنا هادشي كامل ونعسنا في الدار اللي ما مداوياش ما درنا والو، ولا خلينا شي فرد من الافراد الاسره ما عالجناش هي ما درنا والو. دونك خصنا علاج مرهق شويه، خصنا علاج مرهق
وهلاش هادشي كنقول دائما ان المراوات وحده زعما يقلب على المساعده ماشي هي اللي غدير بيدها كلشي ولكن تقلب على المساعده مرا جوج ثلاثه يجيو يعاونوها باش يكملوا ليها الدار كامل من الامراض الثقيله شويه اللي كنفكروا فيها كثير. نمشيو سريعا كذلك لدغات الحشرات والطفيليات وهادشي كامل دابا في هذا الوقت عاوتاني ديال الربيع باش كيخرج فالوليد كيبداو يحك. وي الوغ الحكه دابا غادي نمشيو للحكه ديال الحساسيات ديال الحشرات. فكنعرفوا بان الحشرات كاين قرصه الناموس قرصه الشنيوله هادشي اللي كنا كنعرفوه دائما هاد القرصه الشنيوله والناموس كنعرفوه وكينبلوا داكشي. مي انا غادي نهضر على القرصات ديال الحشرات الفريش اللي اون جينيرال كتجيب الحكه وما كديرش ما كتخليش لا مره دونك وهادشي علاش كنتابعو مع الوليدات على الفراش ديالهم. الفراش ديالهم تيتخمل المراه المغربيه ما كايناش اللي ما كتخملش ولكن الفراش اللي كان قديم هي تتخمل ولكن ما مهويش قديم هذا مشكل يعني فاش كتكون مولا في الدار فاش كتكون مشاكل يعني مثلا غير واحد الحاله اللي كانت شفتها غير هاد الصباح راه كانت عندني وحده قالت لي كنبنيو دونك بناو ولكن الجويه زعما الدور كاع اللي حداهم مازال ما فيهمش البني ومازال داك السيما مازال التراب نزلت كشي كامل قالت لي الدار راه مشمشه ولكن راه كنحسوا بالغموليه لان ما حدانا حد هنا بانيين بلاصه بوحدنا دونك حتى هذا حتى هو يعني من العوامل. دونك الحشرات ديال الفراش اولا الحشرات ديال 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 الناموس ولا هذاك الشيء اللي كنعرفوه دائما هادو كلهم مشاكل فيهم مشاكل وكيقدروا يديروا لنا الحساسيات والحكه في البشره ديال الطفل ديالنا سواء الرضيع سواء واحد اللي هو كبير. طيب تعددت الاسباب ولكن مشكل واحد اللي هو الحكه عدم راحه الوليد. فهنا دكتور شنو تقدري توصينا به يعني امتى نتاخروا امتى ما تاخروش امتى نمشيو نديروا التشخيص بكري في وقته امتى ناخذوا الادويه المناسبه امتى يكون لانه كاين امراض اللي ما خصناش نتهاونوا فيها بطبيعه الحال. الوغ انا الوصيه دي اليوم لجميع الامهات ف الاطفال ديالنا راه في عويناتنا بيان سور والوالدين يعني تمسكين اكثر ما تجهدهم بصح اكزاكتومون دونك غادي نزيدوا ليهم واحد ماشي مهمه ولكن هي الحاجه اللي طريقه الاعتناء بالوليدات. الوليدات اون جينيرال الاطفال اون جينيرال ما كنغسلوهمش ليهم باش مال القينه الو كنغسلو ليهم بصابون اللي خاص اما بالاطفال ولا ان صابون اللي هو مرطب اللي معروف وهادشي ساهل انه يمشي للصيدليه ويلقاو واحد الحليب ولا بد مع التنشاف مع التنشاف طبيعه الحال طبيعه الحال ما عندش التنشاف. الو حليب مرطب كريمه مرطبه الكريمه مرطبه الا ما كناش انا كنقول على العموم يعني واحد مريض ما مريضش اما الواحد اللي مريض ولا عنده اكزيما ولا عنده راه غادي يمشي عند الطبيب ولكن انا تنقول هادو الوصايا الوليد الصغير كيفاش كومون اون فابوند اون شارج هاد لونفون. دونك الحليب كريمه الترطيب الكريمه الترطيب على الاقل من ورا التدويشه على الاقل يعني دوشتي ليه كملتي ليه ولدك عنده عامين عنده 4 سنين عنده 10 سنين بدا ولا كيعرف يدير الوغ من ورا التدويشه خص واحد يعلمهم من ورا التدواج على الاقل يعني مره في الاسبوع يدير اون كريم ويديرها في الـ في الـ في, الـ في الدس ديالو في الدس ديالو كامل. الوغ من بعد عندنا الروايح الوغ الامهات اللي عزيز عليهم يشموا في وليداتهم الروايح راه الوليدات راه مازال زعما ما كبروش مازال ما بلغوش مازال ما فيهمش روائح كريهه دونك يخليهم عليهم في التقار للرائحه لا رائحه البشره ديال الوليدات رائحه لا غير البشره هذه النظافه دونك ولكن راه كنعرفوا بزاف كيضربوا لوليداتهم البارفان دونك لو بارفان لا دونك والماء الساخن عاوتاني يعني في التدواج ما خصوش يكون ماء ساخن يكون ماء فاتن. كنظن الا داروا غير هذا الشيء بعدا كينقصوا علينا بزاف د الحوايج وكيولينا يخليونا نعرفوا بين هذا مرض وهذا ماشي مرض. يعني الام اللي كتجيك عندنا وكتقول راه كندير هذه وهذه 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 ولدي تيحك دوك راه باينه كاين عندهم كاين. شكرا جزيلا دكتور ناديه رضوان صراحه ما كنسخاوش بك ولكن الوقت اذن لانه مخرجتنا راه ما كتهونش لا سناء الوقت صافي قالت لي منتصف النهار هذه 12 خلي نشوف الاشاري. انا بدوري كنتمنى لك ان شاء الله نهار موفق تبوت الاجر يا رب. شكرا على هالتوعيه الكبيره اللي قدمتيها للمستمعين ديالنا في موضوع حلقتنا.